الله قريب. هذه طول عمر سلامة أسلم شاعر اسمه خلف الأسلمي ونعم والله يستاهل النعم طول عمر السلامة. سلام. مرة من المرات خذوها سير أيام حرب العراق، خذوها سير يا طول عمر السلامة، وراح أسير ولا عاد يدرون إيش أخباره إيش علومه. كان عنده بنت اسمها نوف ويحب بنته، تعرف الأبو لمن كان عنده بنت صغيرة يتعلق فيها بزيادة. صادق. المهم راحت بها الأخبار، راحت بها الدنيا عن بنتها الصغيرة هذه، ولا عاد يدري هو بيرجع ولا ما هو براجع، إعدام ولا شيء زي كذا، فهمت؟ صدق. المهم راحت بها الأيام، تعرف أيام يجيهم زيارة اللي معه السجن اللي معه يجيهم زيارات، ألا هو؟ هو ما يجيه زيارة في العراق، فهمت؟ الله السلامة. وجات بخاطره، تعرف يطلعون في الساحة واللي معه هله واللي معه قريبه، ألا هو الحال؟ فيقول أبيات، قال الكل يفرح في نهار الزيارة وأنا الوحيد بعبرة الشوق مخنوق، وإن مت في سجن الرمادي بغارة قولوا النوف الحين يرجع من السوق. الله الله. يعني لا تصدمونها، تقول لها بجي، لا تصدمونها طول عمر السلامة. ايه المهم طول عمر السلامة يقول لا تصدمونها. الله. عطوها امل ايش؟ اني بجي. قولوا لها ابوك في السوق. بعود عليك. او بعود عليك، تعرف البنت الصغيرة. هو قلبه يا طول عمر السلامة مع بنت هذي. السلام جعلني والله ما خلا منك. أسلم وراحت بها الأيام يا طويل العمر السلامة، وطلع هلا وطلع، وبعد ما طلع تعرف جاهز زي ما تقول. السلام. مرحب. جاهز زي ما تقول، حاله ما هو بحالة نفسية، بس تعرف اللي يكون مسجون ويطلع للحياة يكون في شيء غريب. قال طلعت من سجن الرمادي ودشيت سجن كبير مثل سجن الرمادي، يعني الضغوطات اللي جاته في السجن لا حتى وهو طالع لا زال يشوف نفسه انه مسجون، عند كيف؟ وانا الحين حي يرزق. وطلع لبنته، وشاعر معروف من اجمل الشعار اللي يكتبون السهل الممتنع، خلف الأسلمي. سلامتك.